راديو كومبليس إف إم، أحلى راديو نص نهار وعشرة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ألو إف إم سبيسيال راديو كامبوس، حلقة الوحيدة للجمعة هذه. بما أنه البارح كان في شتاء غبنا عليكم، ولكن اليوم رجعنا لكم باش نحكي لكم على وجهة جديدة للدراسة في الخارج. بتدخل وجهة تعرفتوا عليها أو تعرفوها أكثر وتشهرت أكثر بصفتها وجهة سياحية، واحدة من أكثر الوجهات اللي يمشيولها سياح في العالم. ولكن اليوم باش نتعرفوا على تركيا كوجهة للدراسة الجامعية. شو نجموا نعرفوا على دماغ باش نقراو في تركيا، كيف شنو النصايح اللي تستحقوهم انتوما كان مغرومين او كان تطمحوا باش تقراو في تركيا. هذه الكل باش تعرفوا عليه من خلال الخدمات اللي توفرها ادوارد للمترشحين اللي يتوجهوا لها كطلبه ويحبوا يقراو في تركيا. باش تعرفوا عليه هذه الكل، كيف باش تعرفوا على كل خدمات والبرامج والاختصاصات اللي توفرها ميديبول يونيفرسيتي. بعد شوي ينضم لنا عبر الهاتف مسيو سهيل العياري، مانجر ريجيونال في افريقيا، شمال افريقيا ومنطقه الشرق الأوسط، باش يحكي لنا أكثر على الدراسة في تركيا من خلال ميديبول. هذا شو نسنا فيكم في حلقة اليوم من الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس، حلقة الجمعة 26 جويليا 2024. انتم تسمعوا في الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس. نستقبل مباشرة ضيفي هو اللي بيعطينا كل الخطوات اللازمة والنصايح وكل خدمات ادوارد اللي توفرهم للمترشحين نتاعها باش يمشيو يقراو في تركيا. امير سيلا كونسيي دوريونتاسيون في ادوارد، اهلا وسهلا مرحبا بك امير. السلامة، شنو احوالك؟ الحمد لله. باهي، نبداو بالسؤال نتاع العادة باش نعرفوا مستمعينا تحديدا على ادوارد، شنو هي ادوارد، شنو هو الخدمات اللي توفرهم لاي مترشح يطمح باش يخرج يقرا لبرا. واليوم نحكيو بصفة خاصة على تركيا، وكما قلت انا تركيا من سنتها معروفة كوجهة سياحية، ولكن باش نحكيو اليوم عليها كوجهة للدراسة. Donc Edward, c'est une agence d'accompagnement pour les études à l'étranger. Donc nous avons à أكثر من 20 destinations في العالم. Edward يعني عنده أكثر من 100 partenaires في les destinations اللي تخدم عليهم الكل. Donc pratiquement on assure l'accompagnement تاع les étudiants de A jusqu'à Z في la procédure كامله، من نحكيو من l'orientation l'admission في الفاكولتي للبروسيدور فيزا، بروسيدور كامله A jusqu'à Z. بالضبط. نحن باش ندخلوا اكثر في تفاصيل هل لاكومبانيومون هذه، خاصه بما انك كونسيي دوريونتاسيون، بشوفوا تاثيركم انتوما كي توجه لكم المترشح، كيفاش نجموا توجهوه كي يكون حاير شنو باش يقرا. تحديدا اليوم نحكيوا على وجهتنا تركيا باش نتعرفوا زيده شنو اللي يميز. خلينا مباشره نحكيوا على الامتيازات نتاع الدراسه في تركيا، شنو اللي نجم يفرق او يميز تركيا على اي وجهه اخرى من الوجهات اللي يطمحوا التوانسه باش يقراو فيها. دونك اول افونتاج نلقاو في تركيا اللي هي الساعه ما تستحقش فيزا باش نمشي نقرا فيها. دونك براتيكمون البروسيدور ديما تكون اسهل واسرع، وحتى نحكيو للوقت ديما معناتها عندك الوقت اكثر. ثاني حاجه اللي ما تستحقش كونت بلوكي ولا حتى ريليفي دو فون بانكير، يعني هذوما اكثر دي زوبستاكل اللي يتعرضوا لهم لي كونديدا في وقتنا هذا. تبيك سورتو نحكيو على لي كونت بلوكي، مشكله بين برشا عباد. هذه حاجه. ثاني حاجه تبيك تركيا يعني ماشي وقاعده تنفيستي في لي زونيفرسيتي اللي فيها، معناتها نقاو زونيفرسيتي معناتها من برشا بلدان يحلوا في تركيا تويكا. نحكيو في البريفي ميم سي حتى في الليتاتيك، يعني عندهم دي زونيفرسيتي معناتها يوفروا دي ديبلوم معترف بهم عالمين. الحاجه الباهيه في لي زونيفرسيتي بريفي في تركيا انهم نحكيو معناتها يوفروا ليتيديون القرايه وميم طون الترفيه، يعني الزوز موجودين كما نعرفوا بلاد سياحيه تركيا. دونك لي فاكولتي تلقاهم الكلهم يعملوا دي زكتيفيتي دي سورتي، معناها يوفروا الحاجه هذه. ثاني حاجه نلقاو فيها باغمي لي ميور لابوغاتوار نتاع التويك، سورتو نحكيو الانتيليجونس ارتيفيسيال وكل نلقاو دي فاكولتي يوفروا حاجات يعني مش موجوده في بلايص اخرين. ما مالوريزمون احنا الفكره في تونس سورتو معناتها نتعرض لها ديما الطلبه ما عندهمش فكره كبيره على تركيا. يقول لك تركيا شنية معناتها كبلاد؟ صحيح يلقاها حاجه سهله دونك باش يولي يخاف معنا. أي. وقت اللي هو لا بالعكس، لو انت معناتها الاستوديو عنده افونتاج انك ماهيش باش تكونك صعيبه ولا فيزا لا حد شيء. دونك نشجع الناس الكل انهم يزيدوا يسهلوا على تركيا اكثر، على خاطر ده في السنين الاخرى نحكيو قبل يمكن ما كانتش كما تو في السنين الاخرى انفستيت بالبي في ليزيتود. دونك ماشي وتتحسن
ونلقاو فيها معناتها دي ديبلوم تنجم تاخذهم راه معترف بهم علاش الانترناسيونال في في الاغلبيه 90% من لي دومين نتاعها دونك جوست تعرف اختار الدومين والفاكولتي والباقي كله سهل. بالضبط. نحن باش ندخلوا في التفاصيل اللي انت قلت زيدوا اسالوا على تركيا انت من غير ما باش نسالوا برشا ديريكتومون باش تجاوبنا باش تعرفنا شويه على الانظمه التعليميه اللي موجوده في تركيا باش نكتشفوا زيده باين لغات موجوده الدراسه العليا الجامعيه في تركيا. خلينا نخرجوا فاصل صغير وبعد ناخذ كل التفاصيل من عندك امير. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس. نص نهار 16 دقيقة اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مازلنا مواصلين في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس. نحكي اليوم على الدراسة في تركيا، شنو تنجموا تعرفوا اذا كانكم تطمحوا باش تقراو في تركيا. كنا حكينا قبيله شويه مع امير سيلا كونسيي دوريونتاسيون في ايدج وورلد، علاش تركيا تتميز، علاش منذ سنوات ولات تنفيستي في الجامعات نتاعها. نمشيو اكثر امير في النظام التعليمي، شنو نجموا نعرفوا على الاكثر الاختصاصات اللي موجوده في تركيا او حتى اللي يسألوا عليها التوينسا ويمشيوا يقراوها في تركيا. به نبدأ بالنظام التعليمي في تركيا، يعني مش نلقاو فرق صغير اللي هو في الليسانس مع تفهميك تسمى الباشلر اللي هي 4 سنين مش 3 سنين كهو، وفي الماستر عامين كيفنا نحن. نلقاو زادة فيها تركيا توفر معناتها الاسوشيت ديجري نسميوها اللي هي معناتها ماهيش لا ليسونس لا ماستر، سي ان تيب دو ديبلوم مي اللي خولك انك تخدم، يعني فهمت كي تعملها تجم تخدم فهمت. نلقاو يعني الجراديويت ديبلوم الاندر جراديويت ديبلوم، دونك كل واحده وكيفاش السيستم تاعها. دونك نلقاو فيها بليزيور تيب دو ديبلوم اللي هي حاجه باهيه، ما نوسيون هذه ما عندناش منها هونيه في تونس، دونك نلقاو في بعض البلدان كيما تركيا. هذه حاجه بالنسبه للدومين اللي موجودين فيها براتيكمون. نلقاو لي دومين الكل اللي هما نجم نلقاو باللغه الانجليزيه ولا بلغه اخرى تو نتعدي ولا بعد النقطه هذه. مي الاكثر حاجات اللي معروفه بها تويك اللي هي الانجينيورين، نلقاو في الميكانيك سورتو دومين لافياسيون متوفر براتيكمون في لي فاكولتي نتاع تركيا الكل. يعني فميك تنجم تقرا نحكيو في لافياسيون راهو نحكيو يا بيلوتاج، معناتها تنجم تلقى المانجمنت نتاع دو لافياسيون، يعني الدومين لافياسيون تلقى فيه بليزيور فيليغ معناتها فميك اللي تو برشا توانسه معناتها بوتيتر صعبت عليهم هوني ولا ما لحقوش عليها هوني، دونك يجمو يمشيو يعملوا ياخذوا عليها في تركيا ومطلوبه برشا. نلقاو زاد التوريزم ما في تركيا معناتها برشا عباد اللي مغرومين سيرتو بتركيا، انا كما نعرفوا جينيريسيون تويكا يتفرجوا برشا في المسلسلات التركيه، دونك فما برشا اللي تلقاهم مغرومين بالتوريزم ويحبوا يعملوا في تركيا، وميم سي يحكيوا اللغه التركيه تلقاهم معناتها ما شاء الله عندنا برشا ايتيديون تلقاهم متمكنين من اللغه التركيه، دونك ديما تكون الامور اسهل معناتها بينهم. باهي هذا اذا كان هو يعرف يتكلم تركي يكونوا بيان سور اسهل، الدراسه تكون اسهل. وانت كنت ذكرت الانجلي موجود في تركيا، فماشي لغات اخرى، شنو هو اكثر اللغات المستعمله في الدراسه في تركيا؟ بالنسبه للغات المستعمله نلقاو لونغلي والا التركي، هذو مزوز لغات هذو مكاهو المتوفرين في امريكا. مع لي ستوديون انترناسيونال عندهم الحقيقه قرايه بالتركيه باللونغلي يختاروا، ميم سي حتى اللي ماهوش متمكن من اللغه التركيه معناها لي فاكولتي يوفروا له نسميوها لاني بريباراتوار للونغ، دونك عنده البوسيبيليتي انه يعمل اني بريباراتوار وبعد يدخل يقرا. واللي عنده ديجا ان نيفو من تونس كي باش يوصل فاميكا مع بعد ما ياخذ اكسبتاسيون كل شيء معناه يوصل الفاكولتي باش يعملوا له ان تيست دو لونغ، اذا لقاوه معناتها عنده النيفو المطلوب يقرا بالتركي ديريكت، اذا ما عندوش النيفو المطلوب يلفون لي بروبوزي معناتها اون اني دو بريباراسيون يعمل اني دو بريباراسيون يدخل يقرا بالتركي. سينون نحكيو اللغه الانجليزيه ما فماش لوبليغاسيون تاع لي تيست معناتها في لي فاكولتي، فما كيلكو فاكولتي الى اوبليج مي نلقاو زيد دو فاكولتي ما يوبليجيوش لي تيست تاع لونجلي، ديما كي بعد ما تاخذ الاكسبتاسيون توصل فاميك تعدي سور بلاس لونجلي، وتنجم زاده تعمل ديكور معناتها ميم سي حتى انت سافا تنجم تعمل ديكور نتاع باش تقوي باش تقوي باش ترونفورسي اللغه نتاعك، وديما يكون كل ما يكون النيفو احسن في اللغه كل ما تسهل كل العمليه. بي انا طالبه ونخمم بديت نخمم اني نتوجه نقرا في تركيا، هو مشروع دراسه في الخارج كما تعرف، وقتاش يلزمني ننطلق في التطبيق نتاع لي ديمارش الكل وكل الخطوات، معناها الطالب وقتاش يلزمه ينطلق في البروجي هذا؟ هو ديما النصيحه اللي نقولوها معناها ديما على تبدا على بكري خير، معناتها كل ما يكون بكري كل ما يكون خير. مي تركيا الحاجه الباهيه فيها كما حكينا الساعه ما فماش المشكله نتاع الفيزا والكونت بلوكي،
دونك ديما تقعد اخر ديستيناسيون حتى معناتها نحكيو اكزومبل رونتري سبتمبر ديما عندك حتى الاوت معناتها سافاتج متخلط تخلط خاطر اصعب زوز خطوات ياكلوا برشا وقت وبرشا مجهود في علاقه بالفيزا ولا بالفلوس والكونت بلوكي انت مرتاح منهم تحيت مرتاح منهم ياكم دونك جوست تقعد تصب معناتها تعمل كانديتور في ليتابليسمون تاخذ الاكسبتاسيون اوكي وتطلع معناتها خاطيك ما تاخذش برشا وقت الحكايه دونك ديما نحكيو حتى الاوت مي ديما راه تبدا على بكري خير على خاطر باش تحضر روحك انت معناتها نحكيو ساعات فما دي بارون راهو يقول لك لازم نحضر روحي فينانسيغمون باش يحضر الفلوس معناتها المونطون اللي باش يدفع معناتها يكون مش شويه خاطر معناتها باش تدفع بالعمله الاجنبيه بالدولار دونك ديما راهو لي بارون يحبوا وقت باش يحضروا رواحهم اكيد دونك ديما خير كي تبدا بكري مي مع ايدي وورد ديجا الكونديدا كيف يجي رانا من الاول باش يعرف معناتها اسكو يخلط ولا لا معناتها فما ديدلاين اللي ما لازمش نفوتوهم ونحاولوا ديما نحترموهم اكيد بعد شويه نحن باش نمشيو اكثر في اختصاصك انت في علاقه بالاورينتاسيون اذا كان طالب يحب يقرا في تركيا اما ما يعرفش شنو يلزم يقرا بالضبط وني زاده الجوده اللي توفرها او المجهود اللي توفره ادوارد على الطالب هذية كيفاش نجم تعاون في كل الخطوات نكتشفوها بعد شويه كيف بعد الفاصل باش نستقبلوا عبر الهاتف مسيو سهيل العياري اللي هو المانجر ريجيونال في افريقيا ومنطقه شمال افريقيا وشرق الاوسط باش يحكي لنا اكثر على ميديبول يونيفرسيتي وكل الخدمات اللي توفرهم لكم انتم كطلبه تطمحوا باش تقراوا في تركيا هذي الكل نتعرفوا عليه بعد الفاصل الموسيقي انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبلس الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبلس يا فام احلى راديو نص نهار 33 دقيقه اهلا وسهلا ومرحبا بكم مازلتوا تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس قاعدين نحكيوا على الدراسه في تركيا تركيا مش كوجهه سياحيه ولكن كوجهه للدراسه في الخارج كنا اكتشفنا مع امير سيلا كونسيي دوريونتاسيون في ادوارد على كل الخطوات الاولى اللي توفرها ادوارد للدراسه في تركيا تعرفنا شويه زيد على نظام تعليمي ولغات اللي يتم الدراسه بهم في تركيا تو باش نستقبل ضيفي عبر الهاتف سي سهيل العياري اللي هو المانجر ريجيونال لميديبول يونيفرسيتي في افريقيا منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط باش نكتشفوا معاه اكثر تفاصيل على الدراسه في تركيا وخاصه الدراسه في ميديبول يونيفرسيتي اهلا وسهلا ومرحبا بك سهيل على اي اف ام السلام ومرحبا بك نشكرك جدا على التدخل معنا خلينا نبداو معك انت مش على تركيا ولكن على كان تعرفنا على ميديبول يونيفرسيتي بيان سور اول حاجه نحب نشكركم برشا نحب نشكر ليكيب تاع اي اف ام نشكر بارتناري دوورد هذا كيف على الفرصه هذه بالنسبه لليونيفرسيتي اسطنبول ميديكول سي يونيفرسيتي بريفي موجوده في تركيا هي بارت من ميديكول جلوبال اللي فيها اكثر من 24 كومباني دونك هذا يخلق انه نفس جديد الجامعه باش يخلي ليستيديون تاعها ياخذوا البراتيك دو ميم تون ماهيش تقرا تيوري والحاجه الدايره انه السيستم اللي قريب به سي ان سيستم امريكان دونك يخلي ليستيديون يختاروا كيك سوا باش يقراوا اون انجلي بيان سور نعرفوا لا بليبار دي من احنا كتوانسه انه نشوفوا تركيا كديستيناسيون توريستيك اكثر منها كديستيناسيون بون تبدلت الحاجه هذه ونجموا نلاحظوها من لي نومبر نتاع ليستيديون انترناسيونو اون جينيرال خاصه التوانسه انه قاعد يزيد كل عام وبالنسبه لتركيا كوجهه ثم دي زافونتاج بيان سور اللي نحن نجموا نشوفوهم نمشيو من غير فيزا من غير كونت بلوكي هذوما من التسهيلات اللي خلقتهم الدوله ولي كونفيغاسيون بين تركيا وتونس دونك هذه حاجه الباهيه بخلاف هذيك الجامعه تعطي شوا للستيديون تاعها باش يقراو دون 12 فاكولتي افيك بلو دو 136 بروغرام دونك ما فماش بروغرام معين برك بالعكس انه الستيديون يحب يقرا بزنس ولا انجينيوري ولا افييشن ولا كيك سو يلقى موجود والفرايس كما قلنا باش تكون 100% انجلي بالنسبه للادميسيون كيف فما تسهيلات انه تصير بازي على الباك ولا زي دو نوت وما فماش كيفاش انه لازم يكون عنده سيرتيفيكات تاع انجلي بيسكو فما دي ليكول دو لونغ كيك سوا انجلي او بيان سور ونعطيو شوا ستيديون اذا هو يكون عنده مثلا سيرتيفيكا انترناسيونال ينجم يدخل ديريكتومون يقرا في الجامعه الجامعه فيها اكثر من 12000 ايتيديون اجنبي وهذا ما مش متوانسة برك بيان سور من كل العالم يعني باش تجي فما سؤال تطرح لهنا علاش ليتيديون هذوما الكل اللي يختاروا في تركيا كديستيناسيون كميديكول بيسكو نو
Les diplômes, ils sont reconnus à l'échelle internationale. Très bien. Kif-kif, les prix, ils sont plus abordables que les autres destinations. Donc, هذا يخلق انه فما نوع من الطلب وإقبال أكثر في السنوات الأخيرة على تركيا كوجهة للدراسة في الخارج. وكنت عدت لنا أبرز نقاط قوة النظام التعليمي أو حتى الدراسة الجامعية غاديكا في تركيا، مش فقط من التوينسة ولكن من كل العالم قاعدين يقبلوا على الدراسة هنا في تركيا. وعدت لنا حتى الفاريتي متاع السبيسياليتي اللي موجودين في تركيا، ولكن خليني نسألك على خصوصية الطالب التونسي، شنو أكثر السبيسياليتي اللي قاعدين يمشي وتوينسة يقرأوا فيها في ميديبول يونيفرسيتي في تركيا؟ بالنسبة لنا كجامعة عنا بريسك أكثر من 85% ديون فرنسا يقرأوا في تركيا في الجامعة. أغلبية التخصصات اللي يختارون ديما يميلوا أكثر في تكون البزنس اللوجيستيك الانترناشنال تريد نجم نقولوا بزنس ادمينستريشن، فما شكون يقرأ ميدسين زاد كيف فما شكون يقرأ دونتير فما شكون يقرأ في السوف هيلث ساينس توسكي nursing, physiotherapy, health management. فما برشا زاد من التوانسة اللي يقراو ديبارتمون دانجينيوري، خاصة انه تعرف في تركيا تو الدرنيي اني فما ديفلوبمون وانفستيسمون كبير قاعد يصير في لي دومين الكل خاصة لي دانجينيوري. دونك يمشيو برشا للارتيفيشال انتيليجنس الكمبيوتر انجينيرينغ، يمشيو برشا للالكتريكال البايوميديكال اللي هو يربط توسكي ميديكال مع لي دانجينيوري. والحاجة الباهية اللي تخلقوا سيستم أمريكان إنه ما يقيدش ليتيديون بديباكتما معين، عندك الحق وعندك الشواء باش تختار الحاجة اللي تحبها واللي تحب تقراها. البراتيك اللي هو مهم برشا واللي يركزوا فيه برشا كجامعات وجينيرال خاصة في ديكول، دونك تقام الأغلبية إنهم يختاروا دي بروجرام يكونوا براتيك باش ياخذوا لي فورماسيون نيسيسير والفاز براتيك. باهي، هنا كنت حكيت لنا على جزء مهم في علاقه بلي فورماسيون وبالسيستيم اللي يتم الدراسه به في ميديبول يونيفرسيتي. خلينا نسالك في علاقه في بسوق الشغل بعد الحصول على دبلوم او حتى خلال الدراسه في حد ذاتها، على فرص انك تعمل تربصات دي ستاج او انك حتى تخدم وانت قاعد تقرا اميتون. بيان سور فما لي زوبورتينيتي دوما، خاصه نحن كتوينس عن لافونتاج دو لونغ، الكاليتي هذه اللي تلوج عليها تركيا واللي تلوج عليها لي كومباني اللي موجودين هذيك بيسكو تعرف لي ماتشي اون جينيرال افيك الميدل ايست ولا افيك لافريك يتحقق عبد انه عنده نولج نتاع لغه. دونك ديما نقول التوانسه بروني لافونتاج هذايا بيسكو عندنا قرينا بالفرونسي وعندنا العربي وباش تقرا بالانجلي مع الكوميونيكاسيون باش تتعلم التركي، دونك باش يكون ديجا عندك لافونتاج هذايا. لي زوبورتينيتي موجوده للستيديون الكل ديما سا ديبون ديبارتمون تاعهم، ينجموا يخدموا زاد بارت تايم جوب. بارت تايم جوب مانيش نحكيو على ستاربكس ولا يخدم في كافيتيريا ولا ريستورانت، نو ديما يكون ليه للديبارتمون في علاقه بدراسته يعني. بيان سور، خاطر هو الهدف في الاخر انه باش ياخذ نحضروه لا في بروفيسيونيل، دونك هذيك الفايده. دونك تلقاهم ديما ينجموا يخدموا يقراوا ميم تو. تخي بيان. والحاجة الباهية في تركيا التسهيلات اللي تقدم فيها الدولة، يعني ماهوش كجامعة بركة انه فما تسهيلات أخرى كيك سوا في الترانسبور كيك سوا في لي فورماسيون بروفيسيونيل، انه فما عندهم دي لابوغاتوار دي سونتر دو فورماسيون اللي يعطيوهم افونتاج باش ياخذوهم زاد غراتوي. هي البرشا سهيل، نخلي لك كلمة الختام، نختم معاك وماذا بينا مع كلمة الختام نتاعك اللي ليك الحرية شنو باش تقول فيها. ماذا بيك انت تختم لنا بنصائح لأي طالب تونسي يطمح أو عامل حسابه باش يخرج يقرا في تركيا؟ بو أنا ديما نحكي من الإكسبيريونس نتاعي، خاطر ديجا خرجت وقريت والحمد لله توا نخدمه. ديما ننصح الاستديون اول مره باش تخرج سواء في تركيا ولا في اي ديستيناسيون، لازم تحضر روحك نفسانيا انك تحمل مسؤوليه، انك تحاول تاخذ لي زافونتاج اللي تقدمه لك الجامعه، انك تدخل في كونتاكت، خاطر في الاخر اوكي باش تقرا باش تاخذ ديبلوم، مي المهم زاد انك تعمل علاقات نتاعك نتوركينغ باش تحاول انك تدخل في لافي سوسيتيف، وهذا المهم برشا اللي ديما ننصح بيه. حاولوا انكم تركزوا العام الاولاني والعام الثاني، ومن بعد بشوي بشوي واحد يتعود على الروتين وعلى السيستم،
وان شاء الله ربي ينجحهم الكل، نتمنى لهم بالتوفيق وشكرا مره اخرى. امين. شكرا لك انت سهيل عياري، مانجر ريجيونال في افريقيا ومنطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط بميديبول يونيفرسيتي، على كل هذه التفاصيل والتوضيحات في علاقه بالدراسه او دراسه التوينسا وكل طلبه من العالم في تركيا وتحديدا في ميديبول يونيفرسيتي. نحن مازلنا مواصلين في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس، بعد شوي باش نكمل حديثي مع امير سيل كونسيي دورينتاسيون في ادوردش، نكملوا كل تفاصيل لورينتاسيون في علاقه باختيار الاختصاص في تركيا، ولكن بعد الفاصل. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس. اي اف ام احلى راديو، نص نهار 48 دقيقه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الاخير من الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس. اليوم كنا نحكيه منذ انطلاق الحصه على الدراسه في تركيا، كل الخطوات اللي لازمكم تعرفوها والنصايح اللي تستحقوها اذا كنتم تحبوا تمشيوا تقراوا في تركيا، وكذلك خلينا فكره على ميديبول يونيفرسيتي من خلال سي سهيل عيار اللي هو المانجر ريجيونال في افريقيا، شمال افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط. وين نواصل مع ضيفي امير سيلا كونسيي دوريونتاسيون في ادوارد. نصور هذه اكثر سؤال ينطبق على مهمتك انت وصيفتك في ادوارد. هنا نسالك على دور ادوارد ودور كل كونسيي دوريونتاسيون في علاقة انه يجيكم طالب حاير يحب يقرا في تركيا ولكن ما يعرفش شنو الفورماسيون اللي يحب يعملها في اي مؤسسه تربويه او جامعيه يحب يكمل قرايته، كيفاش نتوما تحاولوا تختاروا معاه او توجهوه باش يختار احسن فورماسيون واحسن جامعه تمشي مع اهتماماته هو، وخاصه بعد مع طموحه المهني، لانه نعرفوا ماناش مجرد ناخذ الدبلوم وكها ومن بعد نخمو حتى في الفي بروفيسيونيل. دونك نفسروا الديمارش تاع ديور معك كيفاش يصير. الكونديدا اول ما يجي باش يتعدى مع شارجي دافير اكاديميك. دونك المرحله الاولى هي بور شوزيغ لا ديستيناسيون. دونك شارجي دافير اكاديميك رول نتاعو انه باش يعطيه معناتها لي ديتاي نيسيسير، معناتها تحكيو كيما البيدجي كيما لي بروغرام ديسبونيبل وكل شيء باش الكونديدا يختار الديستيناسيون. من بعد باش تعدى مع الكونسي دوريونتاسيون اللي في المرحله هذه تويك اللي هو معايا انا، انه كيفاش باش نحكيو على الدومين هيك. اول سؤال ديما نسالو الكونديدا هو شنو تحب تخدم بعد، اللي هي هيك اهم حاجه، خاطر برشا دي كونديدا سيغتو معناتها اللي مازالوا كملوا الباك نتاعهم في مخه دومين ما هوش عارف وين يوصلوا دومين هيك، وبرشا صارت لهم معناتها نعرفهم من صحابي ولا حتى ديكا سمعت بيهم قراوا حاجه وبعد ما خممش القدام تصدموا بعد كي بشيخ ماهيش الحاجه هيك اللي لوجوا عليها. دونك هني اهم حاجه الكونديدا شنو يحب يخدم بعديك، واللي هي زاد راهو النقطه هذه مهمه برشا حتى بعد في لونتروتيان سوا مع لامباساد والا مهمه في لونتروتيان مع الفاكولتي، على خاطر الفاكولتي يلقاو كونديدا ما عندوش مخه محلول على قدام راهي هيك بوان نيجاتيف يراوها. دونك ديما ننصح انا لي ستوديون راهو ماهيش بتاع جوست باش نخرج نقرا البرا، عطيني نمشي ساعه ونتقبل في صحيح. اي جامعه ومن بعد تو ربي يسهل. صحيح راهي ما عمرها ما كانت هكاك، خاطر راهو الانجاجمون باش تعملو انت راك باش تمشي مع الفاك لازمك تكمل في الحاجه اللي اخترت. زاد راهو لي بارون هوني معناتها حاطين انفستيسمون في صغارهم، راهو ايفور تعمل ستريس على لي بارون اكثر من لي كونديدا ديما معناتها. دونك في لورينتاسيون باش نحكيو على الدومين، باش نحكيو على شنو يجي يخدم به نهار اخر. اهم حاجه زاد لازم الكونديدا يكون عنده فكره على لي ماتير اللي باش يقراهم، خاطر فما يقول لك انا راني ضعيف في المات، راني ما نحبش المات اللي هي حاجه عاديه معناتها كل واحد كل واحد لي بوين فور نتاعو ولي بوين فابل في علاقه بالدراسه. دونك لازم يعرف لي ماتير معناها. دونك الكونديدا ديما نحكيو ناخذوا لي ديتاي الكل بعد باش تتوفر له اون ليست دو شوا فيها لي ديتاي تاع البروغرام الكل مع لي ماتير اللي باش يقراهم السيركلوم اللي باش تعدى بيه وكل شيء به. زاد ما نحكيو معناتها كوتي معناتها فما دي فاكولتي يشرطوا دي موان معينين، معناتها فما دي كونديسيون دادميسيون. دونك الرول تاع الكونسي هو بور فيغ اون ريشيرش اللي هو نحكيو فما اون فاريتي تاع زونيفرسيتي، مي بعد الكونديدا باش يلقى معناتها نومبر معين تاع دي فاكولتي اللي تمشيو مع بروفيلو. دونك الكونسي ديما يعمل ليتو تاع دوسي قبل 24 اور مينيموم باش بعد تصير رونكونتر. بعد الرونكونتر وقتها سي بون اون فيكس لو بروغرام. ديما نوصي لي كونديدا خذوا وقتكم خموا بالباهي، اذا مازال عندنا الوقت خمم بالباهي راهو مستقبلك هذا. جوست نحيو فكره نتاع اني باش نخرج نقرا لبرا وكا، اعطيني نخرج ونتقبل وكها. وانت كنت حكيت لنا هنا على الفاريتي وعلى قديش عندكم الليسته نتاع فاكولتي سواء نحكيو في تركيا ولا لا في علاقه بلي بارتنير اللي موجودين مع ايدوارد. خلينا نسالكم المعايير اللي تختاروا بها الشركاء نتاع ايدوارد، لانه نعرفوا اهميه من بعد اكيد ديبلوم وانه يقرا هو في فاك بها، خاصه نحكيو يقرا لبرا ماهوش يقرا في تونس. دونك ايدوارد كيفاش يتم اختيار لي بارتنير نتاعها؟ بيه. دونك بالنسبه للبارتنير اول حاجه معناتها هو ديما يكون فهم ان انترميديير بين ايدوارد
بين الادوارد ولي بارتنير نتاعها اللي هي فما المنظمه ايسيف اسمها دونك هي اللي ليزون بين لي فاكولتي و لي اجونس دكومبانيمون بور لي ستودا لترونجي دونك المصداقيه تصير اترافير الايسيف ثاني حاجه معناتها بيان سور بارتنير قبل ما نشوفوا لازم نراو لي كونديسيون نتاعو لي ستوديو انترناسيونال اسكو فما التسهيلات والا لا خاطر اذا ما فماش تسهيلات والكم شكون الامور كومبليكي وقتها الحكايه تولي صعيب اكيد به ثاني حاجه نشوفوا زاده الكاليتي بتاع لي ديبلوم اسكو ريكوني على شكل انترناسيونال ولا اسكو بعديك فيهم مشاكل ولا لا بالطبيعه نشوفوا لي زافي على الفاكولتي وتصير مع اونيتي كامله فما عن اون ايكيب دو بارتناريا اللي تتلهب بالحكايه هذه بوغ فيريفي لي ديتاي نيسيسير معناتها باش قبل ما احنا اون انجاج مع ان بارتنير لازم نكونوا متاكدين من المصداقيه نتاعو وهذه اهم حاجه. تري بيان نختم معاك قبل ما نعرفوا كيفاش نجموا نتواصلوا مع ايدجورد امير خليني نسالك شنو هو كان باش تقدم لنا نصائح ابرز نصائح اللي تعطيهم لاي شخص مهتم بانه يمشي يقرا في تركيا. باش تمشي تقرا في تركيا خمم فيها بالباهي ما تسمعش كلام العباد راهو ما تجم انت تكون عشت فما شكون عاش تجربه خايبه انت تعيشها بطريقه اخرى مختلفه راهو ما فماش عبد يعيش نفس التجربه بتاع العبد الاخر خاطر كل واحد ويمشي يحط روحه كل واحد وطبيعته كل واحد وكيفاش يتصرف وكيفاش يخرج من اي مشكله يتحط فيها فما اللي يتحمل المسؤوليه فما اللي ما يجمش ديجا سهيل الساعه قال لازم تكون مستعد باش تتحمل المسؤوليه دونك ما تخوش كلام العباد راهو مش اللي عاش حاجه لازم كدي باش تعيش كيفها بالضبط عمل دير ريسيرش بتاعك وحدك كل شيء متوفر على السوشيال ميديا تويكا استغلوا السوشيال ميديا بطريقه صحيحه وزاد خمم في لي بارون تاعك قبل ما تاخذ اي ديسيزيون غلطه ما تمشيش تصرف فلوس لي بارون تاعك وانت جوست اعطيك باش تخرج وباش تتفرهد راهو الجو موجود في اي بلاد تمشي لها مي زاد راهو مستقبلك قبل كل شيء ويمكن هنا راهو اهميه توجه الايدج وورلد في علاقه بالشواء انك ما تسمعش لي زيكسبيريونس نتاع الاخر لانه في ايدج وورلد يكون الدوسي كا بار كا ما فما حتى دوسي شبه الاخر دونك انت كل تساؤلاتك من غير ما باش تقعد تعمل فيها وحدك او كل مخاوفك دونك لي كونسيي موجودين في ايدج وورلد باش ينجموا يوفروا لك كل الاجابات اللي انت تستحقهم دونك تقولنا كيفاش نحن نجمو نتواصلوا مع ادوارد دونك تجمو تواصلوا معنا عن طريق التليفون نمبر 56 695 256 سينو تجمو تزورونا في اللوكوم تاعنا صفاق السوسة تونس والا على ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك يعطيك الصحه ونشكرك برشا امير سي لا كونسيي دورينتاسيون في ادوارد وكذلك تحيه لي مسيو سهيل عياري كان معنا عبر الهاتف وعرفنا على ميديبول يونيفرسيتي بي سيفتو هو المانجر ريجيونال في افريقيا شمال افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط نحن هكا نكون وصلنا لنهايه الاي اف ام سبيسيال راديو كامبوس اليوم نشكركم برشا على المتابعه قولكم بقيت متابعه طيبه لباقي برامج اي اف ام احلى راديو الى اللقاء انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس